سوف أضع لكم كما العادة رابط الموقع أسفل هذا الفيديو إذا فوضت توجه للموقع سوف تضع لكم واجهة بهذا الشكل لتسجيل في الموقع ما عليك فعله سوى تقوم بالنقر على create account ثم تقوم بكتابة بريد إلكتروني الخاص بك وتأكد من كتابتك له بشكل صحيح لأنه سوف يتم إرسالك كلمة رسالة تفعيل إلى هذا البريد وكذلك عند كل عملية تحويل تقوم بها سوف يقوم موقع لك بريد إلكتروني للتأكد أو يعني لتفعيل العملية هنا في لوجين تقوم بكتابة اليوزر نيم الخاص بك وتقوم بكتابة الباسورد وتقوم بإعادته مرة أخرى بعدها تقوم بالنقر على I agree to terms and conditions بعدها تقوم بكتابة كود الكابتشر الذي يظهر لك هنا تقوم بكتابته في هذه الخانة بعدها تقوم بالنقر على create account إذاً بعد النقر على إنشاء حساب سوف تصلك رسالة تفعيل إلى بريدك الإلكتروني قم بالنقر على الرابط الذي سوف تجده داخل تلك الرسالة من أجل تفعيل الحساب إذاً بعد تفعيل الحساب تأتي إلى هنا ثم تقوم بالنقر على login اي تقوم بكتابة اليوزر نيم الخاص بك وفي الباسورد تقوم بوضع الباسورد الذي قمت بتعيينه اثناء التسجيل ثم نقوم بالنقر على تسجيل الدخول اذا كما تلاحظون معي هذه هي واجهة حسابي كما نلاحظ نجد هنا سوق صح القول بيتكوين سوق الدولار اللايتكوين كوين الموقع يضاف العديد من العملات يعني اكثر من 200 عمله نجدها هنا كما نلاحظ سقوم بوضع علامة صح للعملات التي تتعامل بها فانا قمت بوضع علامة صح على البيتكوين والداش كوين كوين اذا هنا يعني سوف تجد في سوق البيتكوين يعني سعر البيتكوين يعني في مع مع الزمن كما نلاحظ انه يرتفع وينخفض هنا تجد في الاسفل اذا اردت بيع البيتكوين خاص بك الى الدولار يعني تقوم فقط بكتابه المبلغ الذي تريد بيعه مثلا نفترض على سبيل المثال اريد بيع هذا المبلغ من الدو من البيتكوين سوف احصل على دولار فاصلة عشر 12... يعني واحد فاصلة دولار واذا, ك... وإذا كنت اريد شراء البيتكوين اقوم بكسب المبلغ الذي اريد اريد ان احصل عليه من البيتكوين على سبيل المثال بهذا الشكل وسيظهر هذه الثمن الذي سوف اشتري به البيتكوين وإذا كنت تريد أن تقوم بالتبديل بين عملة الدوك كوين والبيتكوين تأتي له هنا وتقوم بالنقع على الدوك كوين أو الداش كوين أو النيت كوين أو أي عملة تريدها بعدها تقوم بالنزول إلى الأسفل وسوف تجد أنه تم تغيير الدولار الذي كان موجود هنا إلى الدوك كوين كما نلاحظ بإمكانك شراء الدوك كوين مقابل البيتكوين أو بيع الدوك كوين مقابل البيتكوين يعني تقوم فقط بكتابة المبلغ الذي تريد بيعه وسيظهر لك المبلغ الذي سوف تحصل عليه لننتقل الان لطريقة شحن الحساب الحساب في هذا الموقع من اجل تحويل العملات ما عليك فعله سوى على make deposit اي الايداع في الموقع وهنا سوف تجد العديد من العملات يعني كل عملة يعني تجد امامها ايداع الحصول على الادرس الخاص بها فكما نلاحظ البيتكوين عملة البيتكوين قمت بالنقل على get new address فحصلت على هذا الادرس بإمكاني شحن حسابي في هذا الموقع عن طريق هذا الادرس وهذه العملات لم اقوم بالنقل على يعني جيتس ادرس لذلك لم احصل على الادرس الخاص بها سوف ابحث على الدوك كوين هذه هي الدوك كوين الان لكي اشحن حسابي بالدوك كوين سوف اقوم بارسال المبلغ الى هذا الى هـ 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 الى هذه المحفظه سوف اتوجه الى محفظتي في دوك شاين من اجل شحن هذه من اجل شحن هذا الحساب إذا هذه هي محفظتي في الدوكشين كما كم نلاحظ هنا لدي في رصيدي أربعة آلاف و تسعة عشر دوكوين سوف أتي إلى سند ثم أقوم بكتابة هنا المحفظة رابط هذه المحفظة بهذا الشكل بعدها أقوم بكتابة المبلغ الذي أريد سحبه سوف أختار على سبيل هذا المبلغ ثم أقوم بالنقل على سند ماني من أجل إرسال الأموال لن عفوا لن سوف أقوم بإرسال أربعة آلاف ومئة وخمسة عشر دوكوين لقد تم إرسالها بنجاح الآن يعني سوف نلاحظ أنه قد تم اقتطاعها من رصيدي كما نلاحظ لقد تم اقتطاع طيب الاموال من الصيد وبقيت لي اثنان اه فاصله اه وخمسه وخمسون دوك الان سوف اتوجه الى هذا الموقع وسوف اقوم بالنقر على يعني اقوم بإعادة تحميل الصفحه او شيء من هذا القبيل اذا لم تظهر العمليه بعد سوف انتظر بضع, بضع دقائق الى حين ان يظهر المبلغ إذا الآن لقد تمت عملية التحويل بنجاح سوف أقوم بالتوجه إلى حسابي مرة أخرى وسوف أقوم بإعادة تحميل الصفحة من أجل أن نلاحظ هل تمت إضافة الأموال أم لا إذا كما تلاحظون معي لقد توصلت بها على حسابي كما نلاحظ هذا هو المبلغ الذي قمت بإرساله حاليا يعني تأكيد اثنان من ثلاثة سوف أنتظر إلى حين يتم الانتهاء من التأكيد الثالث من أجل أن تظهر يظهر هذا المبلغ في حسابي إذا نريد ينتهي التأكيد الثالث سوف أود أن أشير إلى أن الاقتطاعات التي تتم عند كل عملية سحب من الموقع يعني تجدها أمام كل عملة كل أمام كل عملة رقمية فعلى سبيل المثال بيتكوين يعني يتم اقتطاع صفر فاصلة صفر صفر اثنان بيتكوين عند كل عملية سحب من من حسابك من هذا الموقع يعني كملاحظ هنا كل عملة لديها كم سوف يتم اقتطاع منها الدوك كوين يعني يتم اقتطاع منها عشرة دوك عند كل عملية سحب من حسابك إذا كما تلاحظون معي لقد تمت إضافة 4115 دوك كوين إلى حسابي كما نلاحظ دوك يعني 4115 دوك تمت إضافتها إلى الحساب الآن لتحويلها إلى البيتكوين أو أي عملة أخرى يكفيك فقط التوجه إلى صفحة تاد تقوم بالنقر هنا وسوف تظهر لك وجهة بهذا الشكل أنا سوف أقوم بتجربة بإضافة بتحويل الدوج كوين الى البيتكوين اي سوف اقوم بالنقل على بيتكوين ماركت بعدها سوف اختار الدوج هنا وسوف انزل قليل الى الاسفل وسوف تظهر لي هنا اذا اردت شراء الدوج مقابل البيتكوين يعني اقوم بالنقل هنا وهنا تجد بيع الدوج كوين مقابل البيتكوين انا سوف اقوم ببيع الدوج كوين مقابل البيتكوين لذلك سوف اقوم بكتابة هنا مبلغ اربعة الاف ومئة وخمسة عشر خمسة عشر اربعة الاف ومئة وخمسة عشر بهذا الشكل كما نلاحظ سوف استلم صفر فاصلة صفر صفر واحد بيتكوين الان سوف اقوم بالنقل على بيع الدوج كوين بهذا الشكل وهنا تظهر لي يعني المعلومات يعني المبلغ الذي سوف أقوم بتحويله أو بيعه من الدوك كوين هو أربعة الثمن ومئة وخمسة عشر لكل دوك هو صفر فاصل صفر وثلاثون يعني نجد هنا المبلغ الذي سوف يتم اقتطاعه وغيرها وهذا ما سوف أتوصل به في النهاية سوف أقوم بالنقر على كونفيرم من أجل التأكيد كما نلاحظ لقد تم تحويل الدوك كوين إلى البيتكوين. وإذا قمنا بالصعود إلى الأعلى سوف نجد أنه قد تم تحويل الدوك إلى البيتكوين. كما نلاحظ حاليا في حسابي صفر 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 واحد أو أربعة عشر أي ما يعادل حوالي دولار ونصف يعني الان سوف اقوم بسحب هذا البيتكوين الخاص بي موجود في في هذا الموقع الى محفظتي في كزابو اذا اولا سوف اريكم ان المبلغ الذي حاليا سوف عليه في محفظتي في كزابو هو كما تلاحظون معي المبلغ الذي توفر عليه حاليا في محفظتي في هو ثلاثة دولار فاصلة وثلاثون كما لاحظت 3.20 دولار فاصلة وهذا هو الساتوشي الذي لدي في في محفظتي في إكزابو. الان سوف اقوم بالتوجه الى موقع الى هذا الموقع ثم اقوم بالنقر هنا اذا من اجل سحب الاموال الى محفظتك في او الى اي محفظه اخرى تأتي إلى هنا ثم تختار بالانس وكما تلاحظون معي هذا هو الرصيد الذي أتوفر عليه في حسابي أقوم بالنقر على سحب أو ثم يقوم ثم يطلب مني أن أقوم بكتابة البيتكوين ادريس الخاص بي الذي سوف يتم إرسال إليه الأموال في حالتي شخصيا هذا هو البيتكوين ادريس سوف أقوم بنسخه بهذا الشكل ثم اضعه هنا الان سوف اقوم بكتابة المبلغ الذي اريد تحويله في حالة شخصين اريد تحويل جميع المبلغ كل مبلغ الذي في هذا الموقع اقوم بلصقه هنا كما تلاحظون معي سوف يتم اقتطاع صفر فاصلة صفر اثنان بيتكوين يعني كرسوم الان عند النقل هنا سوف تظهر لي يعني كم سوف استلم يعني بعد اقتطاع الرسوم حاليا يعني تمت قمت بطلب عفوا قمت بسحب الاموال لكن لن تصل الاموال لن يتم ارسال الاموال الى محفظتي في الا عندما اقوم بالنقع على رسالة التي وصلتني من الموقع اذا كما تلاحظون معي لقد وصلتني رسالة وصلتني في البيد الغير الهام لذلك في حال لم تجدها في علبة الوالد تقوم تقوم بفحص ملف السبام الخاص ببريدك الالكتروني وسوف تجدها هناك نلاحظ الان سوف اقوم بالتوجه الى هذا الرابط سوف اقوم ب بلسقيه هنا لاجل فتحه في النافذة تاكد جيدا على الرابط اللي سوف تقوم بالنقر عليه لان الرابط الاول هو لتاكيد السحب و الثاني هو لالغاء السحب يعني فاذا قمت بالنقر على الرابط الثاني سوف يتم الغاء السحب وإعادة الاموال الى حسابك وأما الرابط الأول يعني عند النقر عليه سوف يتم إرسال الأموال إلى محفظتك في جزابو أو أي محفظة أخرى إذا كان أنه معي لقد تم إرسال الأموال بنجاح من يعني من حسابي إلى هذه المحفظة وهذا هو رقم أو الاي ID الخاص بالسحب الآن سوف أتوجه إلى محفظتي في جزابو وسوف ألاحظ هل تم بالفعل هل توصلت بالفعل بالأموال أم لا لان سوف انتظر بضع دقائق لحين ان اتوصل بها في محفظتي في كزابو اذا كان تلاحظون ان معي لقد توصلت بها يعني اقل من دقيقة لقد توصلت بها في حسابي كما تلاحظون معي حاليا هي ما زالت يعني تنتظر يعني ما زالت تتم عملية المعالجه او يعني صح القول كما تلاحظون هذا هو المبلغ اللي تم فاصلة صفر, صفر واحد بيتكوين كما تلاحظون اي حاليا اصبح رصيدي في في جزابو هو أضع فاصلة دولار اذا بهذه الطريقه تستطيع التحويل بين اي عمله تريدها سواء كانت دوك كوين بيتكوين لايت كوين داش كوين أو أي عملة أخرى فهناك كما العديد من العملات ناين كوين ألفا كوين وغيرها كما